خليني ابدا مع حضرتك كابتن مصطفى. في البدايه كلمنا على يعني ازاي مشيت الامور في الارجنتين، ويعني احساسك بعد ما محمد جاب البرونز في ريشه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا الاول متشكرين على الدعوه الكريمه. ده شرف لينا. الشرف كله لينا يا فندم، شكرا. الحاجه الثانيه طبعا احنا رحنا لعبنا ايفنتين في البطوله دي، ايفنت السنجل وايفنت تيم ايفنت. دي حاجه ثانيه، فرق دخله جديد في نطاق الاتحاد الدولي واللي مع بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. في الاولمبيات قسمونا 8 فرق، كل فرقه 8 لاعبين، وبنلعب من الساعه تقريبا 10 صباحا لحد 10 مساء، من يوم 7 لحد يوم 12. بتلعبوا دي المباريات؟ مباريات فعلا. يعني احنا شبه يعني اما خلصنا قعدنا يومين نايمين. ده يعني ده العادي ولا ده ريشه الطايره كده؟ لا، الريشه الطايره احنا تقريبا بناخد في كل بطولاتنا، عندنا 5 ايفنتات في الفردي زائد بطولات الفرق. فبنقعد تقريبا في كل بطولاتنا من اسبوع ل 10 ايام لعب من الصبح لبالليل. ده يعني ده كده في ريشه الطايره؟ اه. فاحنا محتاجين تختار برضه حاجات غريبه كده. هي يمكن لعبه هي لعبه اولمبيه من سنه 1992 في برشلونه. لعبنا الفرق، اتاهلنا من الفرق لدور الاربعه، في دور الاربعه ما حصلش نصيب. لعبنا بعد كده على المركز الثالث والرابع. محمد يمكن هو اللي قاد الفريق في اخر ايفنت في الفردي، وده كان بعد ما بلجيكا والمانيا رفضوا يلعبوا الماتش النهائي لان هنلاعب اللعيبه ال 15 على العالم. وفي نفس الوقت مباراه قويه جدا. احنا كنا بقالنا تقريبا ثامن يوم، فهم تقريبا الجزء البدني وقعنا فيه تماما، خلاص مش قادر، محدش قادر يلعب اكتر من كده. واستلم السكور 99 98 لمين يجيب ال 110، هو جاب ال 110 107. ودي كانت لحظه يعني مهما احكي لحضرتك قد ايه، وفجاه لقينا منتخبات المانيا وجمهور الماني وجمهور اسباني قاعدين بيشجعونا. اللحظه نفسها كانت قويه قوي، ودي اول بطوله او اول ميداليه مصريه عربيه افريقيه في ريشه الطايره. فعلا؟ اه. من اول الاولمبيات ما اتعملت، مش من سنه 1992، من اساسا دي اول ميداليه تخش لمصر والعرب وافريقيا عن طريق محمد.